سيده سيده بسرعه يا سيده، كرمال اللي بتعبدوا يا سيده. ابو علي بوتين ما يقول انه بده اياك موجودان. طيارة الشحن بدها تطير من حميمين بعد ساعتين يا سيده، بالله بسرعه يا سيده. العمى في عيونك انت وياه، ولك كيف ما تفتحوا علي هيك؟ انا الرئيس بشار ولك. بالله يا سيدي بنعرف انه انت الرئيس بشار، بس ابو علي بوتين ابي افهم يا سيدي، بالله بيقيم القيامة فوق راسنا وراسك، وانت بتعرف يا سيدي شو صار المرة الماضية. بسرعة يا سيدي الله يخليك، بسرعة. بالله بدها تطير الطيارة يا سيدي. ولك طولوا بالكم. ولك هدوا. ولك يا عناصر وين اخذيننا؟ ولك ما لقيتون لها الذريبي. بالله يا سيدي هاي تعليمات حلفائنا الروس، قال شو حتى ما يستهدفوك الارهابيين. يلا يلا. ما يستهدفوني ولا مشان ما يفضحوني وينشروا لي الصور على روسيا اليوم وقد تحمر عينهم مني. يا ترى شو بده مني بوتين الزفت؟ الله يمضي هالثفرة على خير، الله يمضي هالثفرة على خير. بشار بسرعة، طيارة خوارف لازم تمشي. ولك هيك بتستقبلوا الرؤساء بروسيا؟ بشار أسد حيوان بشار، رقبي زرافي طويلي لازم قصر لك ياها. حسابك هي أبو علي، نحن بالقرداح نقول لك أبو علي بوتين. ولك حيوان اسمي فلاديمير بوتين يا جحش. احترامي سيادة الرئيس أبو علي، فلاديمير بوتين. قلنا هيك نطر الأجواء يعني بس. أنا سأريك الأجواء، خبرنا كيف كانت رحلتك لهون. والله الرحلة حلوة، منيح كثير يعني، غنم، خواريف، أصلاً موسكو كثير بتذكرني بالقرداحة زمن بي حافظ. جفوتني بشار، نحن دولة عظمى. نعم. وأنت تخالف أوامرنا. يا سيادة الرئيس. وأنا لازم ينسمع كلامي. والله أنا كل التعليمات اللي بتجيني من روحي أنا بنفذها. بشار اسمع. وينك يا أسماء وينك؟ شوف ايش عم بصير فيي. الحقيقة كان لقاء مثمر جدا مع الأصدقاء الروس والأخ أبو علي بوتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تحدثت له عن إنجازات الجيش العربي السوري، إنجازات الجيش الروسي، وستستمر هذه أو هذا التعاون حتى القضاء على آخر سوري، آخر إرهابي في البلد. وبنهاية هذا اللقاء أشكر وكالة سبوتنيك وروسيا اليوم، وأبعث تحية لمتزوف بليوف. شكرا. أعتذر عن الإجابة عن مزيد من الأسئلة. شكرا، يعطيكم العافية. كيف تدي الأمور تمام؟ هلق لازم تاخذوني على الحلقة. الله يوفقك. لك خلاص يا زلمة، لك لك لا تضرب يا زلمة، لك خلاص. هيا اي اخبط خلاص يا زلمة.
لك خلاص يا زلمه، والله مش مثل ما بتكون يدي، خلاص يا زلمه، ما بقى اروح الحمام، خلاص ما بقى اروح الحمام، على كيفك.